إدلب تفتناز 3/1/2013 آثار الدمار على منازل المدنيين جراء القصف بطائرات الميج. هذا ردا على عملية تحرير مطار تفتناز العسكري، حيث يقوم طيران الميج بالانتقام من المدنيين. هذا السطوح تحت رجلي. الله أكبر عليك يا بشار. كان في حدا هذول اقتربوهم يعني؟ هم كان لا يقبل الامر. خمسة وست منازل. هذا هون المستوصف الصحي في مدينة تفتناز. هذه هي أيضا المدرسة الثانوية في مدينة تفتناز. الله أكبر عليك يا بشار، الله أكبر عليك يا بشار. تدمير المدرسة الثانوية بالكامل جراء القصف طيران الميج. وهذا أيضا المستوصف الصحي في مدينة تفتناز. الله أكبر عليك يا بشار.